مقطع مرعب متداول على المنصات الأيام الماضية بيوثق لحظة انهيار عمارة في الهند. اللي بيشوف المقطع صعب يصدق انه ما كان في مصابين او ضحايا، لكن اتضح انه سكان العماره شعروا بانها بتميل وانه جدرانها جالسه بتتصدع فهربوا وطلعوا منها، ولحسن الحظ لما انهارت في الوادي ما كان في اي احد بداخلها.